السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعين قناة الريان الفضائية، يسعدني الترحيب بكم من جديد مع انطلاقة رئيسي أشواط الحيلي والزمول، وهذا الشوط مخصص لفئة الزمول. كل الشكر للزميل سعيد بن سالم المالكي من تواصل مع الشوط الرئيسي للحيل، وها هو مستمعينا الأفاضل مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الزمول الرئيسي. شوط الزمول وسن الكبار وتحديات الكبار والرقص مع الكبار من مسافتنا القصوى لهذا المحلي الثاني، وهي 5 كيلومترات، 35 اسم و35 مشارك. نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ مباشرة بالمركز الأول، وأول المنطلقين معنا هو إسعاف بشعار السيد فرج بن علي بن محمد المشروم المري، ينطلق على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وتحديات ثاني الانطلاق من الجانب الأيمن، من يحاذي انطلاقة إسعاف هو إذن المركز الثاني مستمعين الأفاضل هو شاهين للسيد صالح بن حمد بن جابر، العاض على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث وتحديات ثالث المراكز منذر لصالح بن حمد بن راشد المري على المركز الثالث والمركز الرابع، الدخول والتجاوز والاندفاع من قبل بدران ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري. بينما المركز الخامس وأيضا من نختم به النداء الأول، تحديات واندفاع البواردي لسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند على المركز الخامس. عودتنا للصدارة، عودتنا إلى المقدمة وتحديات 5 كيلومترات، تحديات الزمول وهدير الزمول. الله يا سلام، شوفوا الانطلاق، تابعوا هذا التحدي. أربع مشاركين على خط واحد، يسيرون على خط واحد أيضا لنيل الفوز، لنيل المركز الأول. الكل منهم لا يريد إلا المركز الأول، إلا مركز الشموخ. ومن يحتل أيضا، من يحتل مركز الشموخ في هذه اللحظات شعار شاهين، أيضا شعار السيد صالح بن حمد بن جابر العاض المري الذي يقله شاهين في هذه اللحظات. المركز الثاني، شوف الانطلاق، شوف التجاوز السريع من قبل بدران ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري. غير بدران وسحب بساط السيطرة من تحت أخف شاهين. المركز الثاني أيضا، الانطلاق من ثاني المراكز منذر على ثاني المراكز للسيد صالح بن حمد بن راشد المري، ينطلق إذن منذر للسيد صالح بن حمد بن راشد المري على المركز الثاني. المركز الثالث، الانطلاق لا يزال والتحدي مع شاهين. صالح بن حمد بن جابر العاض المري يقدم شاهين على ثالث المراكز. المركز الرابع لا يزال هنا شعار المشروم، ينطلق على ظهر إسعاف فرج بن علي بن محمد آل مشروم المري. بينما المركز الخامس مع أيضا ختام النداء الثاني على التوالي، يصل في هذه اللحظات أول إذاعة لنزاع علي بن ناصر بن عبد الهادي بن علي بن سويدان. ذعنا المراكز الخمسة الأولى للمرة الثانية على التوالي مع تناقص الأمتار، ومع أيضا زيادة السرعة لأيضا الزمول وتحديات الزمول. عودتنا لشعار بن حفيظ، أشوف بن حفيظ بدأ يزيد من سرعته مع بدران، بدأ يجر الشوط، بدران يجر الشوط، تل الشوط تله يا راعي بدران. ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري ينطلق على المقدمة، ينطلق في الشوط الأول والرئيسي. يا سلام،
كل وين متر، كل وين متر تفصلنا عن معرفة الفائز، تفصلنا عن معرفة صاحب الشوط الأول الرئيسي. يا سلام، ناصر بن حفيظ بن سالم آن نابت المري لا يزال يسيطر على أمور هذا الشوط حتى هذه اللحظات، ولكن الأسماء قادمة، سيل جارف من الزمول قادم. يا ابن حفيظ أول الواصلين، يا سلام، من القادم الواصل هنا؟ انطلاقة شاهين صالح بن حمد بن جابر العاض المري، وأيضا المركز الثالث منذر صالح بن حمد بن راشد المري، واسم قادم. أول نداء، أول إذاعة لإرسال، يصل إرسال مع ذبذباتي وإرسال قناة الريان الفضائية. ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني الهاجري، وأيضا القادم هنا مع تحديات المركز الخامس مياس سالم بن محمد بن علي آل حديد المري. نعود لابن حفيظ، أيضا هنالك بدران رقص على المقدمة، يا سلام، رقص على الصدارة. ناصر بن حفيظ بن سالم آل نابت المري يطير بالمقدمة، يطير بطموحات بن حفيظ، بدران على الصدارة على المركز الأول. يا سلام، ينفرد بالمقدمة حتى هذه اللحظات، ينفرد بالصدارة، يباعد المسافة، يبدأ في هذه اللحظات باستعراض قواه، باستعراض أيضا الاحتياط التلقائي. يا سلام، ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذا هو بدران يفتتح في هذه اللحظات الكيلو متر الأخير، يقص شريط هذا الكيلو. نداء للمتأخرين، باقي كيلو متر فقط على خط النهاية، على خط العبور. الواصل مع هذه اللحظات شاهين صالح بن حمد بن جابر العاض المري المركز الثالث. الله، يا سلام، بدت السرعة، بدت الحركة مع وصول أيضا مياس سالم بن محمد بن علي الحديد المري، وانطلاق إرسال. إرسال أيضا يصل ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني الهاجري، وأيضا هنا أول نداء وإذاعة لانطلاقة معاند بخيت بن عبد الله بن بخيت البريدي المري، ولكن خلاص بدران ودع، بدران غادر، بدران طور، طور بناموس الشوط الرئيسي. العصا قوس، العصا في الابطان، يا سلام، يرقص وحيدا خارج السرب، قالهم باي باي، مع السلامة لبقية المشاركين، يثبت في هذا الشوط أنه الأقوى وأنه الأجدر. سلامي عليك يا ابن حفيظ، الله يسعد صباحك يا ابن حفيظ على هذا الفوز، على هذا الناموس، انطلاق ممتاز وتحدي مثير. شعار بن مسعود يصل، أول نداء أيضا لصاحب المركز الثاني شعار راكان بن راشد بن سالم آل مسعود، ولكن بدران خلاص، خلاص قفل الأمور، قفل الأمور بدري. يا سلام، قام الشوط راس وأنهى هذا الشوط راس، ليكون بدران هو صاحب الكلمة الأقوى، هو صاحب الكلمة الأبرز. بن مسعود يحاول، دير بالك من القادم، راكان بن راشد بن مسعود قادم أيضا على المركز الثاني، ولكن بدران، بدران وبن مسعود اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص، خلاص قفلها بدران. سلام بن حفيظ، سلام على هذا الفوز والناموس، المركز الثاني.